عقب فيضان واد ذيب الأغواط، لا تزال معيشة السكان متدهورة بعد الخسائر التي خلفها، سواء في المحاصيل الزراعية أو بالنسبة لتشرد العشرات من العائلات دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا. نتابع مع زكريا متاح ووردة أقشيش. بعد 3 أسابيع من فيضان وادي مزي بالأغواط، عادت كاميرا النهار إلى العائلات المتضررة للوقوف على حالتهم. هذه الصور تعبر عن حالتهم. 60 70 سنتيم هنا يلا. احنا من نهار اللي جانا الواد هنا رانا نشربوا في الماء، راشين ما نشربوا له والو. عندنا 21 يوم حد الآن ما عندنا مخوض. كي تنور الماء كان فيه بنت البترول نهارت الأولى، ودرك مازال مخوض، مازال يعود يلوح في المكحل. طالب من السلطات توقف علينا برك، جينا تقيمنا برك، قال يا ودي واش راه صاير عندنا، تجي تقولنا عليك ها وتعاوننا، والله صديقة توقف علينا، وقال يا ودي ما كاين والو. عائلة تخي من حي مرجع واحدة من عشرات العائلات التي وجدت نفسها مشردة. هذا جاء الواد ضربنا، جاب لنا هذا البترول والغاز، وامور اللي جات مع المازوت. قعدنا حنايا ثمان ايام هذا بلا ما بلا حتى حي، ردمنا حتى الحواشي. اما لو درك البلاد نتاعنا كاع راه محفره، ما خلناش واش ناكلوا. السلطات المحليه لم تحرك ساكنا رغم مضي 3 أسابيع على الفيضان، فالى متى تستمر معاناه المواطنين؟